يجب يتمنى الهلال يسلم من المدربين اللي في مواقع التواصل ويا كثر مدارس متعدده. كل مدارس تدريبيه تلقاها في مواقع التواصل، مجرد يتعثر فريق تعادل او ما يقدم مستوى تروح دائما، وهذه حال الجماهير بالذات الانديه الكبيره. على طول النقد جاهز على المدربين، اعطوا فرصه خسروا مدرب عالم، مدرب كبير قدم الفريق بشكل في تطور واضح جدا جدا ما يحتاجه الفريق التفافه وعنده نجوم. لاحظ اليوم في نهايه المباراه ينزل الكابتيانو سلمان الفرج اللي هو افضل لاعب سعودي، وهذا دليل الهلال دكته جميله وعناصر الموجودين في الملعب، وجود هذا المدرب لا خوف على الهلال.